كنا عصوم خلوعين يعني ما كان قدروش أنا بعد ما كان قدرش نعس مرة طب كيدخل علينا يعني ما كان قدروش أننا يعني بزاف كيدخلوا علينا واحد درجة أن كبير طب يعني مخلوع واحد درجة ما كان رتحوشي بزاف ويعني معيشة قليلة بزاف وما كان قدروش أننا نشرو شي حاجة لراسنا كراتي زعماك اللي عاوننا احسن فهمتي مؤمنين فهمتي راه حنا ما عندناش فهمتي الشيء اللي كاين حنا يا خسر من 20 عام فهمتي وحنا عايشين هيدا برا كمكرسي فهمتي حنا عندي ميس الكاروسه ما كنبري دائما ما ياكل العواول مكرسي بزاف مره بهذا الشهر مره مكرسي بزاف صمام بيبل مره هو دائما مكرسين ما دخل علينا دائما فهمت هاو انا راه عندي سبعه د العواول اخي سبعه العواول عندي عايشين ها هذه الارض يعني ديالك هذه ديالي مالي كانت عندنا سيد ما كانت عندنا فهمتي كانت لهم محسنين زعما كيتعاونوا معانا صرنا ما جازيبون بخير اي والله اخي صراحه مكرفسين بزاف من واحد الدرجه لان ما كتوصفش و يعني كنعسو مخلوعين يعني ما كنقدروش انا بعدا ما كنقدرش نعس مره عندي يعني كنخاف بزاف من واحد الدرجه ان الريح كيجي ما كيخليناش نرتاحو ويعني ويعني والسقف يعني حنا غير مغطينا عين الناس وصافي ام الريح يعني النهار اللي يعني طاح يعني ملي قرب يطيح يعني كنا ناعسين يعني انا كنت ناعسه خوتي ناضوا مشاو مدرسه وبابا ناعس وماما مشات الخدمه ماما كتخدم الخدمه على قد الحال كتخلص يعني الخصه ديالها من 3 يعني كتخلص 30000 يعني 30000 ما عندها ما تمنا حنايا بصبعي توكلنا وبالنسبه النهار اللي كانت علي نطيح كان يعني خوتي مشاو مدرسه يعني خاي خرجوا ماما في الخدمه وبابا ناعس وانا اللي كنت هنايا فهمتي كنت جالسه وانا حسيت بها طيح بدات كتقرقب ملي جات الشتا هي الشتا اللي طيحتها الصراحه وديك الساعه انا ملي حسيت بها طيح خرجت من الباسيو وهي تطيح فهمتي ديك ساعتك ملي طاحت زولنا الحجر اللي كان فوقها وفهمتي ودرقناها هدايا عين من الناس وصافي طب كيدخل علينا يعني ما كنقدروش اننا يعني بزاف كيدخلوا علينا واحد الدرجه ان كبير طب يعني مخلوع واحد الدرجه ما كنرتاحوش بزاف وبالنسبه للمعيشه ديالنا انا ما كناكلوش ماشي يعني ما الفطور ديالنا اتاي والخبز ولا ما كانش ما كناكلوش بالنسبه للغدا ما كنتغداوش مانا في حياتنا تغدينا شي حاجه الا وشاطت شي حاجه من العشاء العشاء اللي عندنا ضروري انه كنتعشاوه ويعني معيشه قليله بزاف وما كنقدروش اننا نشرو شي حاجه لراسنا وليدي منا ما كتقدرش لا عندنا غير الماء يعني الماء صافي الضو ما عندناش كيجينا بالليل مسرقينها من الصاريه صافي كنطلبوا مساعده من محسن انهم يعاونونا ويوقفوا في جنبنا حنا كنطلبوا المساعده ديالهم والله يجازيهم بخير اللي عاونونا بشي حاجه ما كرهتش زعماك اللي عاونونا احسن فهمتيني مؤمنين فهمتي راه حنا ما عندناش فهمتي الشيء اللي كاين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد